السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أنا عايزك تركز معايا. آه يا جماعة، لو نتعلم من شباب السينما لما يدخل يتفرج على فيلم، النور لازم يطفى عشان يركز وعشان يشوف كويس، محدش يتكلم، محدش يطلع صوت، محدش يتحرك. أنا عايزك قلبك كله يبقى معايا الليلة، عايزك تركزي معايا بكل ذرة في قلبك معايا الليلة. في واحدة أرسلت رسالة لمارلين مونرو بتقول لها أنا عايز أبقى نجمة زيك، أنا عايز أبقى زيك، أنا عايز أوصل للي أنت وصلتي له. ردت عليها برسالة لغاية الوقت حافظينها في المتحف البريطاني، بتقول لها إيه؟ بتقول لها انا اتعس انسانه في الدنيا، بتقول لها اوعي تدخلي في الطريق اللي انا دخلت فيه. لغايه الوقت الرساله محفوظه، ايه من ايات ربنا. وفي النهايه تموت مارلين مونرو منتحره. يا جماعه، من فقد الله فماذا وجد؟ لقى ايه؟ اللي بعد عن ربنا لقى ايه؟ اللي راح في طريق غير طريق ربنا هيلاقي ايه في النهايه؟ مش هيلاقي اي حاجه، كله سراب. اخطر حاجه في الشيطان ان هو بيخدرك قبل ما يدمرك. بيخدرك الاول زي واحد جاب شريط فيديو ولا سي دي وراح لشاب قال له شوف ده في كوره، وشوف ده في لعيبه، شوف ده في بنات، خد اتفرج. دخل يتفرج، دخل اغتصب اخته. سبحان الله العظيم، الشيطان بيخدر الانسان لغايه ما يدمره، لغايه ما يضيعه. تخيل لو انت نزلت حلبه ملاكمه بتلاكم واحد بس غمولك عينيك، ما عدتش شايف حاجه، هيعمل فيك ايه خصمك؟ هيعمل فيك ايه؟ على ما ينتهي الماتش هيعمل فيك ايه؟ تخيل ان الشيطان شايفك وانت ما انتش شايفه. انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. تخيلوا يا جماعه لو الشيطان دلوقتي متربص لينا، عامل لنا كمين واحنا ما احناش شايفين، الشيطان هيعمل فينا ايه؟ يبقى المفروض نحذر قد ايه من ابليس، نحذر قد ايه من هذا الشيطان اللعين. انا عايز اكلمكم الليله عن خطبه الشيطان في اهل النار. الشيطان لما يقف على منبر من نار ويخطب في الضحايا بتوعه وهم كلهم ملمومين حواليه، وبيخطب فيهم بعد ما ضيعهم. وقال الشيطان لما قضي الامر، لما كل حاجه انتهت، لما اهل النار دخلوا النار، لما تسلسلوا بسلاسلها، لما كلوا من زقومها، لما نزلوا في القاع بتاعها وتردوا فيها، لما قضي الامر، لما اهل الجنه دخلوا الجنه، لما سبحوا في انهارها، لما سكنوا في قصورها، لما تزوجوا من حرها، لما تنعموا بنعمها، لما اكلوا من ثمارها، لما قضي الامر، لما كل حاجه انتهت، يطلع الشيطان بوجهه القبيح قدام اهل النار، لما كل حاجه خلاص خلصت، ما عادش حد يعرف يرجع في كلامه. قال الشيطان لما قضي الامر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابو هريره في صحيح مسلم: تقيء الارض افلاذ كبدها امثال الاسطوان من الذهب والفضه. تخيل والواحد طالع يوم القيامه ويلاقي الارض بتطلع كنوزها بقى مره ثانيه، بس تقيء. ترجع، شفت الاكل وهو جميل في الترابيزه، وبعد كده الاكل بعد ما، يعني منظر فظيع. تقيء الارض افلاذ كبدها امثال الاسطوان من الذهب والفضه. الدنيا طلعت، الابراج، العمارات، الذهب، العربيات، الموبايلات، كل فتن الدنيا، الارصده، الذهب، كله طلع. يطلع الناس: وتقيء الارض افلاذ كبدها امثال الاسطوان من الذهب. فياتي القاتل وينظر، بيبص للفلوس، بيبص للدنيا، ويقول: في هذا قتلت، ده اللي انا خسرت ربنا عشانه، ده اللي انا ضيعت علاقتي بربنا عشانه. وياتي السارق وينظر ويقول: في هذا قطعت يدي. وياتي القاطع وينظر ويقول: في هذا قطعت رحمي. ثم يدعونها فلا يأخذون منها شيئا. النهاية ما حدش بصلها. الدنيا طلعت بعد ما كياشت الشيطان ليها، ما اتسحبت منها، الدنيا ظهرت على حقيقتها يا جماعة. قال الشيطان لما قضي الأمر. لما قضي الأمر بعد ايه؟ اللي هيفوق الوقت بعد ايه؟ اللي هيبدأ الوقت يقول عايز ارجع تاني بعد ايه؟ ابو ابراهيم لما يلاقي نفسه يوم القيامة والنار احطت بيه والنار بتصفر ليه، يصرخ في ابنه: اليوم اطيعك ولا اعصيك ابدا. بعد ايه؟ خلاص خلصت، خلاص انتهت. اهل النار لما يلاقوا اهل الاعراف بعد 50,000 سنة ذل وبص ما بين الجنة والنار، يلاقوا ربنا دخلهم الجنة في النهاية، يقوموا يطمعوا، يقولوا لأهل الجنة: افيضوا علينا من الماء يستغيثوا بيهم. بعد ايه؟ انتهت خلاص، راحت خلاص. لما العاصم ينزل القبر ويلاقي نفسه: ايه الحبس الانفراد اللي انا فيه ده؟ ايه الوحشة اللي انا فيه؟ يا دي رب ارجعون. خلاص خلصت. بعد ايه؟ خلاص انتهت.
كل حاجة انتهت يا جماعة. لما يجي المنافقين يعدوا من على الصراط يلاقوا أمثالهم بيتهافوا جهنم، والمؤمنين بيعدوا وربنا منور لهم الطريق كله، يقولوا لهم انظرونا يستغيثوا بيهم، انظرونا نقتبس من نوركم. بعد ايه؟ خلاص بعد ايه؟ لما قضي الأمر، لما كل حاجة انتهت. اللي هيفوق لما قضي الأمر هيفوق امتى؟ اللي هيفوق لما قضي الأمر هيفوق لازمة فوقانه هتبقى ايه؟ هيقوم هيعمل ايه؟ هيلحق ايه؟ خلاص بعد ايه؟ زي بالظبط العرض على الله، لما يجوا يعرضوا على الله ويشوفوا النار قدامهم على منهم وشمالهم وبين ايديهم، يقولوا ربنا ربنا ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا. بعد ايه؟ بعد ايه؟ لما قضي الامر. وقال الشيطان، الشيطان لما يقولك واحد شايط منك، شايط شايط يعني مولع، الشيطان مولع مننا، حاقد علينا، عايز يدمرنا، عايز يضيعنا. ان الله وعدكم وعد الحق. تخيلوا يا جماعه، تخيلوا لما يجي العاصي والسارق والقاتل يدعونها ويذهبوا، خلاص في هذا قتلت، في هذا سرقت. يجي العاصي يوم القيامه يبص للتمثيليه، في هذا تركت صلاه الجماعه، يبص للماتش، في هذا تركت الدرس بتاع الجامع، يبص للبنت، في هذا قطعت صلاه بربنا، يبص للدش، يبص للدنيا كلها، يبص لكل معصيه عصى بها ربنا، في هذا اعرضت عن الله سبحانه وتعالى. ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. بقى ربنا يقول لك صلاه الجماعه ب 25 درجه، وانا اقول لك يا سيدي الوقت ممدود تسمع كلامي وتسيب كلام ربنا؟ بقى ربنا يقول لك حجابك ونقابك وعفافك، وانا اقول لك عيشي شبابك تسمعي كلامي وتسيبي كلام ربنا؟ بقى ربنا يقول لك عيش ليا طعني اسمع امري، وانا اقول لك يا سيدي العمر قدامك طويل تسمع كلامي وتسيب كلام ربنا؟ بقى ربنا يقول لك الاختلاط حرام، وانا اقول لك يا سيدي وايه يعني، وايه الحرام اللي فيه تسمع كلامي وتسيب كلام ربنا؟ وما كان لي عليكم من سلطان، ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان. انا عمرك شفت خمس شياطين ماسكين شاب والله لانت رايح القهوه؟ خمس شياطين ماسكين بنت والله لانت رايح الكوافير؟ خمس شياطين ماسكين موظف والله لانت واخد رشوه؟ وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فورا فاستجبتم لي. استجبتم لي، اكبر جريمة عملها الانسان في حياته، استجبتم لي. الربا حرام هناكله، السفور حرام، حرام ايه؟ انا هكشف شعري واعمله عند كوافير راجل واسبغه واحط 10 انواع مكياج في وشي وهلبس لبس يفص، وفي الاخر ان الله غفور رحيم. يا ابني اطيع ربنا، اطيع ربنا، ده انا هنزل على القهوه واشرب كل حاجه بتتشرب واشرب مخدرات واتفرج على الكليبات واتفرج على الفضائيات اللي انا عايز اتفرج عليها، وهمشي في سكه الزنا والعياذ بالله، وفي الاخر ان الله غفور رحيم، وفي الاخر فلا تلوموني ولوموا انفسكم. جايين بعد ايه؟ جايين بعد ما الواحد فوجئ ان هو عايش في عيشه نار، لحاف نار، بطانيه نار، سما نار، ارض نار، والعياذ بالله. انت بتشد علينا ليه؟ انا مش هخدعك، مش انا اللي هخدعك، مش انا اللي بضحك عليك، مش انا اللي همشيك في طريق غلط، انا اللي بنصحك بصدق، انا اللي قلبي عليك بصدق، انا اللي قلبي عليك بكل اخلاص، مش انا اللي هخدعكم يا جماعه. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم. استجبتم ليه؟ استهترتم ليه؟ مصبت الانسان الاستهتار. كنت بقرا في خاتمه سوره المؤمنون في قول الله سبحانه وتعالى: حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. صدمه الموت. بعد كده الايات اللي بعدها لما ربنا سبحانه وتعالى: فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. صدمه البعث. بعد كده صدمه ثانيه: فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم. صدمه ثالثه: صدمه الميزان. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. صدمه النار، صدمه العذاب. وهم في قمه العذاب يجي لهم النداء من الملك: الم تكن اياتي تتلى عليك فكنتم بها تكذبون. وهم في اقصى مشهد واصعب مشهد يجي النداء من الملك سبحانه وتعالى. بعد كده النداء الثاني: قال كم لبثتم في الارض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. خلاص ان لبثتم الا قليله، كانت قليله في قيمتها وقليله في وقتها. دنيا ايه؟ دنيا عايزين ايه من دنيا؟ ربنا قال عليها: وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. عايزين ايه من دنيا؟ الرسول قال عليها: الدنيا ملعونه. عايزين ايه من دنيا؟ ربنا قال عليها: وما الحياه الدنيا الا لهو ولعب. عايزين ايه من دنيا؟ الرسول عليه السلام قال عليها انها لا تساوي عند الله جناح بعوضه. عايزين ايه من الدنيا؟ عايزين ان لبثتم الا قليلا. خلاص وراحت، وهم في قمه العذاب المادي. وقمه العذاب النفسي يجي النداء العلوي الرهيب: افحسبتم انما خلقناكم عبثا
عبثة، انتوا كنتوا فاكرينها لعبة؟ هو ده اللي ضيع الانسان، هو ده اللي ضيع الشباب، الاستهتار، انهم فاكرينها لعبة، ما كانوش متخيلين ان الموضوع بالخطورة دي، ان الموضوع بالرهبة دي، ان الموضوع بالهول ده، ان الموضوع للدرجة دي. افحسبتم انما خلقناكم عبثا، انتوا كنتوا فاكرينها لعبة؟ كنتوا فاكرينها ليه؟ الموضوع جد يا جماعة، الموضوع خطير يا جماعة. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. في شباب وناس بيطبقوا ده بس مع ربنا بقى، ان دعوتكم فاستجبتم لي. استجيبوا لربكم. انتوا عارفين يعني ايه ربنا بيقول لكم استجيبوا لربكم؟ كان ربنا نادى عليك ما ردتش، نادى عليك تاني ما ردتش، نادى عليك ما رديتيش، ربنا بيقول لك انت ما بتردش عليا، انا بديك وانت ما بتلبيش ندائي. استجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله. طب استجيب ولب النداء قبل ما تشوف حاجه تانية، معامله تانية انت ما توقعتهاش ولا فكرت فيها قبل كده. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فا ده انا لسه جاي اقول لها اكشفي حته من شعرك، لقيتها بتعمل شعر عند الكوافير، ده انا لسه جاي اقول له بص لقيته بيتكلم، لسه جاي اقول له بيتكلم لقيته بيمشي، لسه جاي اقول له افتح التلفزيون لقيته بقاله ساعتين واقف قدامه. الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. استجبتم لي، استجبتم لي ليه؟ ليه سمعتوا كلامي؟ فلا تلوموني، انت اللي ضيعت نفسك، انت اللي ضيعت نفسك، انت اللي حكمت على نفسك بكده. ولوموا انفسكم، انت السبب، انت اللي غفلت عن عالم رهيب كان محيط بيك، محيط بيك من كل ناحيه في الدنيا وانت مش واخد بالك. غفلته ليه يا جماعه؟ احنا الوقت حوالينا عالم رهيب واحنا مش حاسين بيه، ولازم نحس بيه، ولازم نفكر فيه، ولازم نفهمه، ولازم نعيش معاه. عالم رهيب يا جماعه، عالم رهيب في السماء. هو فين الشهداء الوقت؟ احياء عند ربهم فوق يا جماعه، فوق الشهداء موجودين احياء حالا اهو. جعفر بن ابي طالب فين؟ في الجنه بيطير بجناحين بقاله 1400 سنه من يوم ما استشهد في مؤتة على ايد الروم، وهو بيطير بجناحين في الجنه. هو مؤمن آل ياسين اللي قتلوه في اول سوره ياسين فين؟ قيل ادخل الجنه، بيتنعم في الجنه حالا اهو، حالا اهو. هو فرعون فين؟ هو وقومه قالوا الوقت اهو، الوقت اهو، النار يعرضون عليها غدوا وعشيه، الوقت اهو، واحنا قاعدين بنتفرج على البرنامج الوقت بيعرض عليهم عشيا، بيعرض عليهم النار والعياذ بالله، بتلفح وجوههم النار وهم في القبر والعياذ بالله. هو المتكبرين فين دلوقتي؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا عن متكبر منهم، متكبر بينما هو يمشي بتكبر وبيجر ثوبه وراه، اذ خسفت به الارض فهو يتلجلج فيها الى يوم القيامه. قاعد حالا هو بيتلجلج في الارض، بتتزلزل به بطن الارض الى يوم القيامه. عالم رهيب حوالينا لازم نحس بيه، لازم نتفاعل معاه. في عالم تاني رهيب يا جماعه لازم نحس بيه تحت رجلينا، عالم تحت الارض. ماذا يحدث تحت الارض؟ ايه اللي تحت الارض؟ تحت الارض قصور افخم الملوك واعظم الامراء مساكنين فيها ولا يعرفوا حاجه عنها. تحت الارض قصور رهيب، تحت الارض، تحت الارض يا جماعه افران من نار للزنا والزانيات بيعذبوا فيها الوقتي. الرؤيا اللي الرسول عليه الصلاه والسلام شافها في عذاب القبر في صحيح البخاري، لما انطلق به الملكان ووروه رجال ونساء عراه بيعذبوا في قفص في فرن زي التنور والعياذ بالله، فرن مولع عليهم تحت التراب. يعني الوقت تحت التراب في فران نار اشد نار من فران الحديد اللي بتصهر الحديد، وفي قصور اعظم من قصور الامراء والملوك واعظم من اي نعيم اتشاف. تحت الارض عالم اوعى تغفل عنه. فلا تلوموني ولوموا انفسكم. لو انت غفلت عن العالم الرهيب ده ما تلومش الا نفسك، ما تلوميش الا نفسك، ما حدش مسؤول، انت السبب. عالم رهيب، عالم رهيب تاني الوقت في الجنه والنار. مريته قبل كده على قريه جديده بتتبنى، اي قريه جديده بتتبنى والعمال شغالين ليل نهار وكل التخصصات شغاله ليل نهار في البنى، مريته على المنظر ده. اهو الجنه والنار الوقت كده يا جماعه، الجنه والنار كده اعدت. وكل ما الواحد بيعمل عمل صالح بيعد ليه نعيم اكتر في الجنه، وكل ما العبد يعمل عمل والعياذ بالله فيه فجور يعد ليه عذاب في النار. يعني الوقت العمل لو شفتوا الاعداد لنعيم المطيعين والاعداد لعذاب الفجره والمسيئين اللي بيحصل الوقت حالا اهو في الجنه والنار، قلوبنا هدوم. فلا تلوموني ولوموا انفسكم. لوم نفسك، انت غفلت عن العالم دي كلها ليه؟ انت غفلت عن كل ده ليه؟ ايه اللي خلاك ما تعيشيش مع المعاني الرهيبه دي؟ ايه اللي خلاك ما تعيشش مع الاحداث الرهيبه دي؟ يا جماعه الموضوع كبير، الموضوع خطير. قال الشيطان لما قضي الامر، انا بجيب لك لما قضي الامر، لما كل حاجه انتهت، لما ما عادش في فرصه ان حد يصلح اي حاجه. ليه؟ خطبه الشيطان في اهل النار قدام ضحاياه، قدام الناس اللي ضيعهم وضحك عليهم، عشان ما حدش فينا يبقى قدام ساعتها ابدا، عشان ما فيش واحده منكم، ما فيش واحد منكم، ما فيش حد مننا باذن الله يبقى معاه. حلم عمر الشيطان ان كلنا نبقى قدامه وموجودين معاه في اللحظه دي يا جماعه.
فلا تلوموني ولوموا انفسكم. عامله بالظبط زي واحد شايل شوال وماشي كل ما يلاقي اكل يعبي، كل ما يلاقي فلوس يعبي، كل ما يلاقي اي حاجه ثمينه يعبي 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 ويجري ويملى ويجري ويملى. بعد فتره تعب قال استريح تحت شجره بقى واطلع اللي انا جمعته عشان استفيد بيه. جه يطلع من الشوال لقى شوال فاضي، بدا يضرب في الشوال بجنون. الشوال فاضي ازاي؟ بيبص لقى الشوال فيه ثقب، لقى الشوال مثقوب اصلا، فاللي كان بيعبيه كان بينزل من الناحيه الثانيه. اهو ده الانسان اللي بيعمل طاعات ويضيعها، يضيعها بالمعاصي. مره يعني فتيات كده كانوا يعني مره بيسالوا، بيقولوا هو الوقت احنا لابسين حجاب بس بنحط مكياج. سبحان، افتكرت الشوال المثقوب. انت بتعبي حسنات الحجاب من هنا والمكياج ينزلها من هنا. ازاي يا جماعه؟ يا جماعه عايزين نفوق. في ثقوب كبيره في صحيفه حسناتنا بتضيع الحسنات منها بعد ما بتتحط فيها. ثقوب كبيره نص ساعه قدام مسلسل ولا قدام حاجه لا يرضى الله عنها تضيع حسنات يوم كامل تعبت فيه. ليه ازازه البرفان اللي انت بتحط منها قبل ما تنزلي هتضيع منك قد ايه؟ هتضيع من حسناتك قد ايه؟ كل دي ثقوب كبيره يا جماعه، عايزين نحذر منها، عايزين ناخد بالنا منها. خدوا بالكم يا جماعه، البدايه بتبقى صغيره وبتكبر والله العظيم. مش عايزين الشيطان يضحك علينا ابدا، عايزين ندي الابليس صفعه على وجهه، مش عايزين الشيطان يضحك علينا. في الحاجات بتبدا صغيره، اول كل علاقه حرام مكالمه واحده، اول كل علاقه زنا والعياذ بالله نظره واحده، اول كل قصه مدمن سيجاره واحده، اول كل زعيم عصابه شلن واحد قبل ان هو يحطه في بطنه، اول كل كبيره من الكبائر صغيره. اوعوا يا جماعه، اوعوا يا جماعه، يا جماعه الطريق اقفلوا من الاول، اقفلوا الطريق من البدايه، سيبوا كل الابواب اللي بينكم وبين المعاصي، اقفلوا طريق الصغائر عشان ما نوصلش للكبائر، اقفلوا الطريق على اي شيطان من شياطين الانس والجن عايز يدمرنا ويضيعنا ويحطنا قدام ابليس وخطبته في اهل النار، اقفلوا الطريق يا جماعه. قال الشيطان لما قضي الامر فلا تلوموني ولوموا انفسكم. اقعد خبط في الشوال، اقعد اصرخ، اقعد عيط، اقعد لف في ارض المحشر 50,000 سنة على حد يديك حسنه ومحدش يديك، اقعد دور على اي حد عنده فائض حسنات ومهما كان عنده فائض محدش يعبرك، اقعد لوم نفسك، اقعد اصرخ في لحظات ربنا معاهم وهم يصرخوا فيك. فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. خلاص محدش يقدر يعمل لك حاجه، ما انا بمصرخكم مهما صرخت. صرخت ليه؟ والعذاب رهيب رهيب. وابليس ده نار اصلا، ابليس مخلوق من نار، وشوفوا بيتعذب بيه قد ايه. الحطمه، عذاب الحطمه التي تحطم العظم، عذاب عظيم. احد المفسرين يقول لك اي نار تنفذ الى العظم تاكل اللحم. سقر يقول لك سقرته الشمس يعني سيحته، عذاب يذيب اللحم والعياذ بالله. يعني العذاب الرهيب ده، العذاب الاليم ده كله يا جماعه. ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، اني كفرت بما اشركتموني من قبل. طلع على حقيقته، ظهر على حقيقته اخيرا، طلع على المنظر الحقيقي بتاعه اخيرا. المخادع الكبير اللي ضحك على المليارات وقف قدام المليارات. خطبه الشيطان في اهل النار بتتخطف في مليارات يا جماعه، ده كل 1,999 واحد منهم بيدخلوا النهر والعياذ بالله. كل 1000 وش 999 واحد بيسود ووش واحد بيبيض. كل 1000 صحيفه 999 صحيفه بتتمسك بالشمال وصحيفه بتيجي في اليمين. كل 1000 واحد بيعدوا من على الصراط 999 واحد بيقعوا وواحد بيعدي. كل 1000 وزن اعمال 999 ميزان شمال بيتقل وميزان واحد يمين هو اللي بيتقل. الموضوع خطير يا جماعه. كل 1000 واحد 999 واحد على النار وواحد على الجنه، ده المقياس، ده العدد اللي النبي عليه الصلاه والسلام قاله. تخيل العدد الرهيب اللي قاعد قدامه ساعتها، المليارات الرهيبه اللي قاعده قدامه، وهو بيقول لهم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، اني كفرت بما اشركتموني من قبل. انا كنت بضحك عليكم، انا كنت بغشكم، والنتيجه اهي، والحصاد اهو، واللي انتوا جنتوه من سماع كلامه اهو. ان الظالمين لهم عذاب اليم. من فقد الله فماذا وجد؟ نرجع تاني لبداية الحلقة تاني. من فقد الله فماذا وجد؟ كل عاصي لا يبعد عن ربنا. يا اللي مشيت في طريق المعصية لقيت ايه؟ يا اللي مشيت في طريق العصيان والتمرد على ربنا لقيت ايه؟ اسألوا كل واحد سبقكم سنين، اسألوا كل واحد عمل كل حاجة، اسألوا كل واحد نال كل شهوة، اسألوا كل واحد، اسألوه انت خدت ايه؟ وجدت ايه؟ من فقد الله فماذا وجد؟ وجد ايه في الدنيا؟ بنت أناسيس أغنى راجل في العالم مات،
بقت هي اغنى بنت في العالم، واحده معاها ثروه يعني ممكن لو توزعت على الدنيا كلها تخلي الدنيا كلها اغنيه. حاولت انها تدور على السعاده، مش لاقيه سعاده في كل حاجه، مش لاقيه اكل، مش لاقيه لبس، مش لاقيه قصور، مش لاقيه. دورت عليها في الزواج، اتجوزت من واحد واثنين وثلاثه واربعه، زواجات فاشله. اتجوزت من واحد شيوعي مسحها البلاط، غسلها المواعين، خلاها تخدم في البيت كانها انسانه فقيره، وفي الاخر تموت منتحره. تموت منتحره ليه؟ ما لقتش سعاده، جربت كل حاجه، يئست، ما لقتش سعاده. من فقد الله فماذا وجد يا جماعه؟ وجد ايه في الدنيا؟ وجد ايه ساعه الابتلاء؟ ساعه ما الكرب يحيط بالانسان؟ لا، ايه؟ من وجد الله فماذا فقد؟ ابو بكر الصديق، لما ابو بكر الصديق لما طلع كل ماله، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له ماذا تركت لاهلك يا ابا بكر؟ قال له ايه؟ قال له تركت لهم الله. الله، انا سبت لهم ربنا يا رسول الله، انا كان معايا شويه فلوس اديتها لربنا وبقى معايا ربنا. انت كان معاك شويه جمال اديتهم لربنا وبقى معاك ربنا. انت كان معاك شويه شباب اديتهم لربنا وبقى معاك ربنا. رابح البيع يا شباب، رابح البيع، والله العظيم تركت لهم الله. انت يا ابني مصمم انك تصلي في جماعه ليه؟ ما حدش راضي يشغلك، هتعمل ايه في الشغل؟ تركت له الله. يا ابني انت الوظائف حرام، وايه يعني مال حرام؟ اقبل الشغل اللي بيتعرض عليك. هتشتغل ازاي وهتتجوز ازاي؟ تركت له الله. يا بنتي هتلبسي نقاب ازاي؟ يا بنتي انا امك وبعقلك. يا بنتي انت هتلبسي نقاب ازاي؟ ومين اللي هيتقدم لك؟ هتعملي ايه في الجواز؟ تركت له الله. انما التانيين غلابه، ساعه الابتلاء ملقوش حد معاه، ملقوش معيه ربنا سبحانه وتعالى معاهم. من فقد الله فماذا وجد؟ ماذا وجد عند الشهوات؟ السراب، ما لقاش غير سراب، كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء. افظع تصوير للشهوات في القرآن كلمة السراب، المغفل اللي بيجري ورا شهواته في الاخر يلاقي سراب، ظمآن، عطشان، يشوفها من بعيد يحسبها ميه، بيجري هيموت، تعبان، بيلهث، بينهج، هيقع من طوله وبيجري، انا عايز اشرب، انا عايز اروي نفسي، مش قادر، انا مش هقدر اقاوم، انا عايز اجري. طب استريح، طب ريح نفسك. لا، ويفضل يجري وفي الاخر لم يجده شيئا، حتى اذا جاءه لم يجد جمالاش اي حاجه، لا كلها سراب، قاعد يجري يدور على السعاده، هيموت، قتل نفسه عشان يوصل للسعاده، يوصل للذه وكلها سراب يا جماعه. من فقد الله فماذا وجد؟ وجد ايه في الاخره؟ ملقاش اي حاجه، لا الشيطان قاعد الشيطان يعظ، لا الشيطان قاعد بيتشفى فيه انه ضحك عليه، الشيطان بيطلع له لسانه في جهنم والعياذ بالله، وكله بيتحرق بالنار والخطبه شغاله، بس الشيطان من غل قلبه على البني ادمين. ما انا قلت لكم شيطان شايط مولع، عايز يدمرك، عايز يدمرك، عايز يضيعكم، عايز ينسفكم، عايز ينسفنا كلنا يا جماعه، شيطان. عشان كده بنقول اعوذ بالله من الشيطان، اعوذ يعني انجدني يا رب. اعوذ دي لما بتجري بواحد تعوذ بيه يعني الحقني، الحقني لما تجري على واحد تستخبى في هدومه، يعني ده المعنى في اللغه، ولله المثل الاعلى، يعني انجدني يا رب، اغثني يا رب، الشيطان هيضيعني يا رب. من فقد الله فماذا وجد؟ لقيت ايه؟ انزعوا الالغام يا جماعه، انا في نهايه الحلقه وصلنا لاخطر فقره فيها، فقره التوصيه العمليه. انزعوا الالغام يا جماعه، الشيطان قبل ما يتكلبش قبل رمضان زرع الغام، ومن غير رمضان قاعد يزرع الغام تنفجر فينا، تنسفنا، تدمرنا. زرع الغام فتن كتير، زرع الغام شهوات كتير. في رمضان زرع لكم سلسلات 20 مسلسل مكلفين 500 مليون جنيه، 500 مليون جنيه كاش ماني، هو ما يهموش انه يصرف قد ايه. الشيطان يا جماعه قبل ما يتسلسل قبل رمضان زرع كل حاجه، زرع دورات وزرع كافي شبات وزرع خيام رمضانيه وزرع كل حاجه، وبره رمضان بيزرع الغام رهيبه، الغام ممكن تنسفك لو انت ما خدتش بالك ودوست عليها وتعرضت ليها. انزعوا الالغام من حياتكم يا جماعه، انزعوا الالغام اللي الشيطان زرعها لنا من حياتنا، لازم ننزع الغام اي فتنه من حياتنا، اقفلوا باب اي معصيه، اقفلوا باب اي باب بينكم وبين اي معصيه، لازم، والا المعصيه تنفجر فينا، لازم يا جماعه. احنا دلوقتي على فين يا شباب؟ على فين؟ على حياتك كلها غيرها، على حياتك كلها تغيريها، على كل حاجه من اول المحمول. المحمول يا شباب عايزين نعمل مشروع اسلمت المحمول، بس انا عايزكم تسخنوا معايا في المشروع ده. اسلمت المحمول، اسلمته ازاي؟ اي نمر حرام، اي نمر اتولد على محمولك، اي نمر بنت على محمولك، تتشال على طول، فورا تتمسح، فورا تتمسح. ولو انت في علاقات مختلطه كتير، عارفه محمولك وعارفه النمره، او علاقات مع ناس بتعصي ربنا مع عارفه النمره، غير النمره كلها، اسلمت المحمول. النغمات، بنبقى
بقى واقفين نصلي في التراويح وكل مغنيين الامه العربيه والامه الغربيه كلهم قاعدين يغنوا معانا واحنا يا اخوانا ده محمول وظبطه على فلان وده على فلان وده بيرن وده بيرن. عايزين يا اخوانا نغير النغمات دي كلها. غيري نغمه محمولك وانت غير نغمه محمولك وصاحبك وصاحبتك واخوك واخوكي وابوك ووالدك وابنك كل ده نغير نغمات المحمول. طب ليه واحد صاحبي عامل نغمه وحشه قوي؟ ابعت له رساله بنغمه دينيه يستبدل اول ما يلقطها يستبدلها بالنغمه اللي عنده تبقى خدت ثواب. يا جماعه يلي فاتح موقع نت اسلامي اعمل ركن النغمات المحمول الاسلاميه حمله. يلي بتاع محمول اوعى تحمل نغمه حرام تاخد وزرها كل ما تشتغل في اي مكان. يا جماعه عايزين يا جماعه على فين الليله على المحمول بتاعنا نسلمه نتوبه لربنا نتوب احنا والمحمول بتاعنا والكمبيوتر بتاعنا نتوب احنا وكل حاجه في حياتنا نتوب. على فين يا شباب؟ على حياتنا كلها نغيرها على كل شيء في حياتنا نغيره من اصغر حاجه لاكبر حاجه من اول المحمول بتاعنا لغايه قلوبنا واللي جوه قلوبنا. يا شباب يا اباء يا امهات يا اخواني في الله ارفعوا ايديك وادعوا معايا. احنا في ايام عظيمه احنا الوقت محتاجين كل دعوه تطلع مننا لربنا. احنا وصلنا الوقت الاخطر فقره في حياتنا كلها. يا رب اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا. اللهم انقذ امه محمد اللهم انقذ شباب امه محمد اللهم انقذهم من شياطين الانس والجان اللهم دمر شياطين الانس والجان اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ثبت قلوبنا على دينك اللهم نستغيث بك اللهم نستنصر بك على الشياطين اللهم نتوسل إليك اللهم إنا نلوذ بجنابك اللهم أغثنا اللهم اهدنا اللهم تب علينا اللهم ثبتنا اللهم اهد شباب أمة محمد وفتيات أمة محمد ورجال ونساء أمة محمد وأطفال أمة محمد. اللهم أنزل على قلوبنا الهداية املأ قلوبنا من نورك اللهم أعنا على طاعتك ليلا ونهارا اغسل قلوبنا بالإيمان أنر صدورنا بالإيمان. يا رب تب علينا من كل ما مضى يا رب يا رب ثبتنا على طاعتك حتى نلقاك يا رب برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب أعنا على أنفسنا أعنا على أنفسنا أعنا على أنفسنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.